أعلن الصندوق العماني للبنية الأساسية ركيزة الذي يدار بالشراكة بين الشركة العمانية لإدارة الاستثمارات البنية الأساسية وشركة إكويتكس عن إغلاق الاكتتاب بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي وأوضح البيان الصادر عن ركيزة أن الصندوق استثمر نسبة 25% من رأس المال في ثلاثة مشروعات وهي حصة قدرها 30% في محفظة أبراج للاتصالات وحصة قدرها 31.25% في محطة الحاويات بميناء صحار إضافة إلى استحواذ على حصة الأغلبية في سوق خزائن للخضروات والفواكه المركزية الجديد وتركز استثمارات صندوق ركيزة في سلطنة عمان على قطاعات الاتصالات والطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية والطاقة المتجددة